مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مع يومية جديدة. الليلة ليلة عيد مار يوسف، إن شاء الله بينعاد على كل يلي بيحملوا هيدا الاسم، جوزيف، جوزيفين، جو. يلا مثل ما عودناكم ومثل ما تعودنا نحنا، ثواني قليلة ومنبدأ مع صحباتنا الثلاثة، يومية ثلاثة، يومية أربعة، ويومية خمسة. شيكوا منيح على شبكاتكم رقم سحب الليلة 793. برجع بذكر إذا تكستوا بعد الساعة 5 إلا ربع بتكونوا اشتركتوا بسحب بكرة كل الشبكات يلي انقطعوا قبل هيدا الوقت لسحب الليلة. بالتوفيق لإلكن بأي شبكة كنتوا مشتركين. وهلأ مثل العادة منرحب أنا وياكن بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية أستاذ جلال زيدان. مساء الخير. مساء النور. كيف صحتك؟ الحمد لله. فورا إلى اليومية ثلاثة. عادة يومية الاثنين بتكون بتحرقس، لأنه إذا تكستوا الجمعة بتكون تنطروا الويك أند لتشوفوا النتائج. إن شاء الله تكون النتائج عازوكن. أول طابة رقم واحد، الطابة الثانية 8، أما الطابة الثالثة والأخيرة لهذه الشبكة كمان 1 1 8 1. أرقام اليومية 3، خلونا نشوف قدي بتربحوا وكيف تعملوا حساباتكم. أولاً لازم تكونوا متكسين يا بالدور يا حيلا. تبهم منيح إذا كنتم متكسين حيلا وصبتون بالدور، هيدا الشيء ما بيعني إنكم ربحتوا، لازم تكونوا متكسين مثل ما بيجوا. إذا صبتون بالدور وكنتم متكسين بالدور، المبلغ المدفوع اضربوه ب 400 مرة، وإذا كنتم متكسين حيلا المبلغ يلي دفعتوه اضربوه ب 70 مرة، شرط تصيبوا الطابات كلهم. ننتقل أنا وياكم لسحب جديد، هالمرة 4 طابات. أول طابة لشبكة اليومية 4، شو معقول يكون رقمها؟ 3. تاني طابة 1، 3 1. الطابة التالتة 1 عن جديد، هيدي رابع مرة الرقم 1 بسائب بالشبكة. الطابة الأخيرة 0. 3 1 1 0 أرقام اليومية 4. إذا تكستوا هيدا السري مثل ما هي 3110، يعني بالدور المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 4000 مرة وبتعرفوا قد ايه بترد لكم هالشبكة مصاري، وإذا تكستوهم حيلا المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 150 مرة. ننتقل أنا وياكم لآخر سحب يومية 5. هالمرة 5 طابات. أول طابة رقم 6، واحد. الطابة الثانية 1 أيضا. الطابة الثالثة، حلوين. الطابة الرابعة 6، أحلى وأحلى، 6 1 1 6. آخر طابة شو معقولة تكون؟ 2. ما زبطت معكم شباب، 6 1 1 6 2. أرقام اليومية 5، أرقام حلوين، مهم أنتو تكونوا متكسينن. إذا اخترتوا هودي الأرقام وكنتوا متكسينن بالدور، المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 40000 مرة وبتعرفوا قد ايه بتربحوا. أما إذا تكستوهن حيلا المبلغ يلي دفعتوه ضربوه ب 350 مرة. حلوين، إن شاء الله يكونوا كتار منكم صابوا الأرقام الليلة. وهلأ رح نرجع نشوفهم مرة جديدة مع أستاذ جلال، تفضل. سحب يومية رقم 793 لنهار الاثنين 18 أذار 2019. الأرقام الرابحة لسحب يومية 3 1 8 1، لسحب يومية 4 3 1 1 0، لسحب يومية 5 6 1 1 6 2. شكرا لك جلال. مشاهدينا ألف مبروك لكل يلي صابوا الأرقام وربحوا معنا الليلة. الأشخاص يلي ما زبطت معهم بسيطة، ترونا بكرة بسحب جديد. إلى اللقاء.